الجزائر لا توجد هناك شروط الممارسة الحقيقية للسياسة، هناك مضايقات على النشطاء، مضايقات على المعارضة، مضايقات على الأحزاب السياسية، ليس فقط حاليا ولكن ممكن منذ 2019 هناك تفاقم للوضعية السياسية من حيث المضايقات على لا سيما المعارضة، ولكن حتى في فترة عبد العزيز بوتفليقة كانت هناك أحزاب حرمت من تنظيم مؤتمراتها في موعدها، كان هناك منع لعقد اجتماعات للمعارضة، كان هناك منع لعقد مبادرات سياسية منذ 2019 إلى غاية اليوم، أي منذ الحراك الشعبي، منذ أن قررت السلطة أن تذهب لسياسة القمع ضد كل ما هو نشاط سياسي معارض شهور بعد أو أسابيع بعد الحراك. يلاحظ أنه كان هناك تفاقم للكثير للمضايقات ضد الأحزاب السياسية، لا يجب أن نلوم أن تلام الأحزاب السياسية لا سيما المعارضة عندما نرى أن كانت هناك مبادرات لا سيما عقد البديل الديمقراطي مونع من عقد اجتماعاته في الوقت الذي في القاعات العمومية، يعني في الوقت الذي كانت فيه مبادرات لأحزاب سياسية قريبة من السلطة تم ترخيص عقد لقاءات لها يعني في أفخم الفنادق العاصمة. هناك أحزاب سياسية التي تخندقت في الباد عقد البديل الديمقراطي تعرضت لمضايقات كبيرة، لأن الكل يعلم أن ما صدر ضد الحزب العمال الاشتراكي، المضايقات ضد الأمدياس، ما كان فيه على حزب العمال، على المضايقات ضد حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الإرشادي منذ 2019، حتى الرئيس السابق للحزب محسن بن العباس خرج أو انتهت عودته على رأس الأرشدي وهو تحت المراقبة القضائية إلى غاية الآن، يعني كل والعديد من المناضلين مختلفين. طيب وماذا عن باقي الأحزاب؟ ماذا عن باقي الأحزاب وسكوتها؟ هناك من يتهمها بالسلطة المطبق عما يحدث من تجاوزات وخروقات، لماذا لازمت هذه الأحزاب السياسية الصمت وهي تدعي بأنه تمثل الشعب عبر مقاعد هكذا في البرلمان وما إلى ذلك؟ نحن في مرحلة وين أنه هناك أحزاب سياسية اختارت أن تتخندق في صف الشعب، أن تواكب مواقف الشعب، أن تتأقلم مع التحولات التي تعرفها الساحة السياسية في الجزائر، وهناك أحزاب تخندقت في صف ممكن إنقاذ النظام، وهذا التعبير نسمعه خاصة منذ 2019 أي منذ بداية مسار الانتخابي والسياسي للسلطة منذ سبتمبر 2019. لذلك أقول أن بصفة عامة شروط الممارسة السياسية في الجزائر حقيقة غير متوفرة، انغلاق سياسي، مضايقات، انغلاق إعلامي، ما فيش هناك أحزاب سياسية ليس لها حتى الحق في أن تتدخل في الإذاعة الوطنية أو في التلفزة الوطنية. إذن كل هذا يحدث 60 سنة بعد الاستقلال، بلادنا مرت بعدة مراحل. أعتقد أنه هل يمكن أن تصبر البلاد يعني لعقود أخرى أو لسنوات أخرى في هذا الحال؟ أعتقد أنه لا مفر من العودة إلى السيادة الشعبية، لا مفر من العودة إلى خيار الشعب في التغيير، وهذا المطلب الذي عبرت عنه الملايين من الأصوات خلال مسيرات الحراك الشعبي. الآن يجب التأقلم مع الوضع الحالي، مواصلة النضال السياسي السلمي، مواصلة محاولة بناء ميزان القوى من أجل فرض التغيير، لأن الموعد لم يحن. ولكن السلطة يا نسيم لحد الساعة ما تزال تقول أنا وليدة الحراك الشعبي، يقول الحراك مبارك ولولا الحراك لما وصلنا إلى الحكم، قال هذا مجيد تبون. بالإضافة إلى ذلك هناك من قال هذه الاستعراضات العسكرية الضخمة التي شهدتها الجزائر العاصمة تحديدا يقول هي رد على الحراك الشعبي السلمي اللي يقول مدنية مش عسكرية، فالسلطة عبر هذه الاستعراضات تقول عسكرية مش مدنية. السلطة الحالية التي تريد أن تعرض وبدأت يعني بعض مستوى مؤسسات الدولة تتحدث حول مبادرات لم الشمل، وإن أنها ولدت يعني بدون مضمون، بدون أهداف، بدون برنامج مسطر، لكنه هو اعتراف غير مباشر أن المسار السياسي الانتخابي الذي تبنته السلطة منذ سبتمبر 2019 لم ينجح، أي الانتخابات الرئاسية لديسمبر 2019 لم تعرف مشاركة شعبية واسعة. الاستفتاء باعتراف رئيس الدولة بنفسه أن نسبة المشاركة كانت ضئيلة، التشريعيات نفس الشيء، المحليات نفس الشيء، إذن هذا إن دل فإنه يدل على أن السلطة
في تعبئة الجماهير وتعبئة الشعب وراء خياراتها أو وراء مسار الانتخاب الذي فرضته. وهذا ما يدعنا نقول أنه السلطة ليس لها القدرة على التعامل مع الملفات السياسية الكبرى، ليس لها القدرة التعامل والمبادرة لأزمات السياسية الكبرى في البلاد، عدم القدرة ولو على المناورة الغير المباشرة سياسيا. إذا التفكير السياسي الحقيقي غائب عند من يتحكمون في القرار. عندما أقول التفكير السياسي صائب أي مصلحة البلاد، الخيارات السياسية التي تنفع البلاد، الخيارات السياسية التي تخرج البلاد من هذه الأزمة، الخيارات السياسية التي يمكن أن تحل المشاكل التي تعيشها البلاد لا سيما السياسية منذ الاستقلال إلى غاية اليوم.